يلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. وأخيرا زملائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زملائي الأحبة من كل نقطة في كل بلاد العالم، أحييكم. أنا دكتور ولاء المولى، طبيب أسنان اختصاص جراحة الفم ومارس جراحة وجه وفكين. طبعا بالبداية أحب أشكر نوفودوكس أكاديمي على إتاحة هذه الفرصة أن نكون معاكم. طبعا بداية أحب أحكي عن نفسي شوية. طبعا أنا تدريسي في جامعة TIU University، تشك International University في أربيل، founder of Dentilinium Community اللي بيها تقريبا أكثر من 13,000 طبيب أسنان، official member of International Digital Smile Design Team. I had some diplomas. عندي diploma of dental photography 2017, diploma of social marketing 2018, and I am official speaker of OSTEM, dental implants. And finally, I am ambassador of Iraq International Digital Dentistry Society, Arab Union. يعني أنا سفير العراق، قبل يومين تم إعلان سفير العراق في Digital Dentistry Society 2020. نبدي. طبعا محاضرتنا اليوم عن الـ Dental Implant Complications، وكيف يعني نعرف هذه المشاكل وشن هي أفضل الطرق لعلاجها أو لتقليلها. الصوت أتصور الصوت واضح، تمام. This is a greeting from Digital Dental Society. أتمنى لكم رحلة موفقة معنا جميعا. قبل كل شيء بس أحب أنطيكم فكرة عني. أنا طبعا جرافيك ديزاينر، بالإضافة إنه كوني أنا طبيب اختصاص، كنت أحب دائما أشتغل في الصوت عالي أو نعلي الصوت، بس ردوا لي رجاء. طبعا كنت أحب جدا بأنه أعمل كاركتر لشخصيتي 2012، فالحمد لله وصلت إلى شكل يشبه شخصيتي. بس بعد ما عملت كثير على هذه الشخصية، الحمد لله بعد 5 سنوات من الشغل والممارسة، هذه الشخصية اللي الآن هي تكون شخصيتي، كاركتر تبعي. طبعا أكيد يعني هي الفكرة، هو الربط تمام، شكرا. الربط بهذا الشيء بأنه في كل عمل الإنسان، في كل عمل الإنسان لازم يتطور، فبالتطور بالتعب بالممارسة الإنسان راح يوصل لأفضل نقطة هو يريدها. يعني من 2012 إلى 2017 هي 5 سنوات، بس تغيرت أشياء كثيرة. Dentistry is depend on art, but art with your passion, so you will reach to the power you need. تمام. الفكرة دائما احنا نقول بانه كل ما تحب انت مهنتك ويكون عندك هذا الباشن وعندك فكرة بانه كيف يكون هذا الارت تحوله الى شيء جميل، هاي مع الشغف اللي الانسان عنده اكيد راح يوصل للحالة الجمالية او قوة هذا الجمال اللي هو يريده. فكلنا عندنا هذا الشيء، فان شاء الله كلنا نوصل لافضل شيء. طبعا هذه الصورة لا في أمريكا ولا فيغاس ولا في إيطاليا ولا في أوروبا ولا في أي مكان، هذه بلدتي، هذه مدينتي، هذه كردستان الحبيبة من العراق. تحييكم طبعا جميعا من كل بلدان العالم. شوفوا نظرة التصوير والمصور
كيف ممكن يخلينا نشوف المناطق الجميلة، وبالمقابل ممكن أن ينطينا مناظر سيئة. So you are a dentist. You can do good jobs and share good faults. يعني الباد احنا نتعلم منها، ممكن نشيرها ونقول هذه كيساتنا بكل قوة، انه انا هذا الكيس انا سويت له خطأ واني راح اعالجه، وهذا شيء جدا حلو. تمام، هذه صورة اخرى في منطقة اسمها الشقلاوة. اتمنى الجميع اللي يحب يجي ويشرفني وينورني، الكونتاكت مالي موجود، تحضرون ان شاء الله وتتصلون بي وتكونون مكرمين. ايضا هذه اخرى صورة اخرى في مدينة اربيل الحبيبة. طبعا لو تشاهدون هنا انا بس مجرد بداية، دائما احب اعطي بدايات حتى هي as a concept، كفكرة الكل يعرف بانه في كل مكان اكو شيء جميل وشيء غير جميل، في كل مكان اكو حالة موجبة واكو حالة سالبة. احنا دائما ننظر للاشياء الايجابية، طبعا في اشياء هي نفس المنطقة في اشياء سلبية، بس احنا نظهر بالاشياء الايجابية. بالضبط هذا راح يخلي طبيب الاسنان يظهر دائما الشيء الايجابي له ولكل المرضى. اي طبيب بالعيادة يجي الى المريض يقول دكتور انا عندي هذا الفراغ في هذا السن، please I need to fill this blank place or this empty by tooth. As any patient, طبعا in general in Middle East people nobody care about medical things. أكيد الجمال في كل مكان، طبعا أكيد يعني المريض ما يهتم أنت راح تسوي له implant أو راح تسوي له أي شيء، يعني هو ما يهم حشوة قلع، المهم دكتور أنا أريد هذا المكان الفارغ ينملي بالسن. يجي دورنا كأطباء إحنا، شنو دور الطبيب الآن؟ دور الطبيب الآن بأنه instruct your patient, tell him everything about the treatment plan. لازم المريض يعرف كل شيء لأن لا يصير بهذا الموقف إذا ينسأل المريض which type of treatment you need. Okay, you like to have partial denture or you like to do dental implant. كل مرضانا، كل المرضى في كل العالم أول سؤال يسأل قبل ما يسأل عن شقد يبقى، راح يسأل 99% طبعا دكتور كم تكون تكلفة السن هذا العلوي اللي انت خاله وهذا الإمبلانت. طبعا أكيد راح يقول زراعة الأسنان هي مكلفة كذا $100، زين والأبر تقريبا around 60-70-80 dollars. No, doctor, please go on 60 or 70 dollars because in future wise I will do, but now I have more than I have something more than important this procedure. دكتور أنا ما يهمني، أنا عندي هسه مصاريف وعندي شغل وأطفالي بالمدرسة وعندي كذا وكذا. أو احتمال هو أصلا ما يحب يصرف هذا المبلغ، يقول دكتور يخلي برغي ياخذ كذا مبلغ، هذا اللي راح يخلينا نكون في تساؤل. طيب انا شلون اقنع المريض؟ الفكره مو بالاقناع، الفكره بانه هذا علم، لازم المريض يعرف بانه the best choice is dental implant، افضل حل لملء الفراغات داخل الفم هو زراعه الاسنان. المريض اذا رفض فراح يصير مستقبلا نفس هذه الحاله. شخص سعيد يعمل سكاي دايفينج ويطير بالسماء يعني موقف لا تحسد عليه. أنا دائما هذا الفيديو أنشره وعندي أصلا موجود بالعيادة هذا الفيديو، لأنه خلاص انتهت السعادة وخلاص. شكرا.
البيشنت يعني او هاي الليدي بيفور انا افتر انتهى ما تريد بعد اي شيء خلاص صار عندها يأس وقع سنها وقع الطخم اللي سوته. اذا المريض ما يعرف مصلحته فلازم الطبيب يعلم انه ترى يعني على بهالشكل الوضع يعني احنا لازم نراوي حالات وفيلرات حتى البيشنت يكون مقتنع لانه لازم يكون مقتنع تعمل له هذه الدنتال امبلانتولوجي اتس ان اميزنج جروينج فيلد. هذا العلم هو متطور جدا وده يتطور وسريع جدا بالتطور. بس فكره عامه بانه دنتال امبلانت هو حاله حال اي سيرجيكال بروسيجر كان يكون عمليه جراحيه بالايد بالبطن بالرجل في اي مكان. سو يعني بالنسبه للكومبليكيشن يحدث حال اي عمليه جراحيه تصير تعتمد على التايم. طيب احنا هسه اذا نشتغل مثلا during war اثناء العمل راح يكون عندي penetration the sinus. طيب هذا موقفك راح يصير بالنسبه الى المرضى. طبعا اول ما يصير penetration للساينس طبعا you will force a very bad situation from both sides patient and your colleagues or your assistants. لذا بعد ما احنا عملنا بحث سنة يمكن 2015 و16 او 17 و18 عملنا بحث اني وطلابي طلاب مرحلة خامسة بحث التخرج والحمد لله الآن هم زملائنا. عملنا بحث فكتبنا كثير complications حسب ما موجودة بالكتب والإصدارات القديمة والحديثة. فخرجنا ب the most 10 dental implant complications أكثر 10 مشاكل في زراعة الأسنان. رح نبدي بسم الله المشكلة الأكثر يعني راح نبدأ من الأكثر إلى الأقل الأكثر شيوعا بالنسبة للبحث اللي إحنا سويناه. Malposition of implants. Malposition of implants depend on many etiological factors, many factors, clinical signs and symptoms. Like first of all, poor surgical procedure. العمل يكون به خلل. يعني ما مرتبين الأدوات، نقص بالأدوات، طريقة عمل الفلاب. يعني تفاصيل كثيرة. Poor treatment planning. أنا يصير عندي treatment planning سيء. ليش؟ لأنه أنا ما أعتمد على أشعة ثلاثية الأبعاد أو ما أعتمد على فد أشعة. راح تشوفون بعدين الريزلت مال البحث والconclusion. Poor treatment planning, local anatomy, and it's not ideal. هذا الموضوع شوية صعب. طيب كيف أنا أعرف؟ أنا يجيني مرضى دكتور الزرعة مكسرت بالفك أو صار فنستريشن أو صار بنتريشن للساينس نزلت الزرعة ودخلت بالمسافة اللي هو بالهايويد بون بين الهايويد مسلس. طيب شلون؟ بالإضافة إلى أكو عندي more combinations several factors. عندي مثلا cases عندي patient مثلا medical problem cases عندنا بها مشاكل مثلا ضعف بالكالسيوم نقص بالكالسيوم عندي بالفيتامين دي عندي مشاكل اخرى. البارحة دكتور اسلام قاسم نزل محاضرة رائعة كانت فكانت اكو صورة من الصور حبيت اخذها منه بس قلت يعني على المستقبل اطلبها منه. مكتوب يقول بصي حتولي المريض على صالة العمليات السيستر او الاسيستنت تقول له هو عنده ايه فكاتبه هو عنده فلوس. طبعا هاي رائعه جدا هو صوره واحده بس تعبر عن كثير اشياء. يعني مو كل بيشنت عنده فلوس احنا ممكن نشتغل له. عندي كريتيريا معينه لازم هذه اخليها في حسن الاعتبار اخليها في بالي then I will do my procedure. طيب هاي الكيسات هي كيسات غريبه تشوفوها دائما على الانترنت مثلا مال بوزيشن اوف ذس امبلانت انكوركت امبلانت انجوليشن
هاي مثلا زوايا الزرعة، مثلا الموازات والمحاذات، يعني صراحة disaster cases due to many problems، يعني احتمال الطبيب خال الزرعة بطريقة صحيحة بس ما خال بباله بأنه هذا البون بمشكلة، ما خال بباله راح يصير migration إذا كان أنا عندي البون بخلل. عندي مثلا هنا أشكال غريبة في، يعني صراحة الله يكون في عون المختبر، الله يكون في عون اللاب إذا مثلا يجي هيك كيس بهالشكل هذا. طيب يعني الاوتكم الريزلت مال الكيس شو راح تكون؟ صعبة صراحة، صعبة. يعني مو هي المهم الزرعة تدخل بالعظم وخلص ذات ست، في كثير أشياء لازم نخليها في اعتبارنا. طبعا هذه واحدة من الحلول اللي هي الرول أوف فور أو all in four implants angulation، بأنه two implants anteriorly and two implants angled 45 degree، زاوية 45، بحيث يصير عليه ال full arch. طيب واحدة من الكيسز after extraction they will put implant in the side of the socket and the same angulation, the same position of the socket. صايرة عندي أنا هاي الكيس، أكيد صايرة عندي هاي، بس هاي مو كيس مالتي، بس أنا صايرة implant angulation بحيث يطلع more labially aesthetical. هاي الكيس ما تطلع حلوة، إذا هذه الكيس aesthetical failure. إن شاء الله مستقبلاً أنطيكم محاضرات عن الـ aesthetic considerations in dental implant، حيكون عندي considerations كثير حتى أنا أخلي بالي to keep in your mind the position of the implant. طيب بعد ما خلى الدكتور بعد ما شال الجنجابل فورمر خلى الابتمنت، طيب وين هسه تتخلى الكراون؟ الكراون هسه راح يتخلى بطريقه سيئه وراح يكون اقلي. طيب تنحل هاي الكيس؟ تنحل، بس طبعا امور معقده بانه ديسكروينج ذا امبلانت اور ذا بون اراوند ذا امبلانت، وبعدين بوتس بون اوجمنتيشن، بعدين سوتشر after that patient مثلا نسوي له partial denture في هذه المنطقة لفترة، وبعدين يرجع البيشنت نرجع نزرع له، ويعني يصير العمل بعملين. طيب how to get rid from these complications، يعني the number one complication اللي هو الانجوليشن and mal alignment mal position. Number one, if you wanna use this surgical guide or this surgical stent you will have very good outcome. You will be away from nerves, you will be away from مثلا sinuses, anatomical landmarks. هذا طبعا شويه expensive، فالاطباء يقولون يعني هذا expensive احنا ما هالقد، بس ممكن شيء اخر هذا نسوي واكس اب ونخلي عليه بعدين مثل النايت جارد، نحدد نقاط الزراعة ونزرع بي بحيث نحفر حفرة صغيرة. الفراغ راح يكون واحد بس، طبعا الاتجاه لازم هو الطبيب يكون بخبرته يخلي الاتجاه بالطريقة الصحيحة، وإذا لا يستعمل السيرجيكال جايد. السيرجيكال جايد is amazing. السيرجيكال جايد is amazing. Why? When you wanna do the prosthetic parts you will be very happy. والله I am sure for that. مو هسه راح تشوفوها طبيعية وتخلون الزرعات ويمشي الموضوع، بس بالبروستاتيك بارت راح تشوفون بأنه اللي مسوي surgical guide راح يكون very simple, easy. Take impression, insertion of the crowns, insertion of the bridge. So you will be very very happy and satisfied. Number two, pre-implantitis. يحدث هذا طبعا، يعني احنا من تقريبا 265 كيس او 256 كيس كان عندنا اكثر نسبه اللي هي المال بوزيشن، بعدها البري امبلانتايتس. طيب نشوف حالات بري امبلانتايتس، اي طبعا نشوف، شوفوا هالكيسات، these cases have pre implantitis. So there are many types of bacteria around the implant due to many factors. طيب يسألون شنو هي الفاكتورز، محاضرة تقدر كاملة عن البريمبلانتايتس، بس هي تواجد بكتيريا حول الزراعة، حول الزرعة.
اكو لها اسباب طبعا، اكيد لها اسباب، من ضمنها bad oral hygiene patient neglect his oral hygiene، alcoholic people دائما يسوي bone resorption وخاصه في فتره نمو العظم يسوي bone resorption للمنطقه وبعدين المنطقه تفقد العظم اللي بيها وبعدين تفشل الزراعه. 3 pain احنا خليناها بس هي حاليا هي normal phenomena بس هي واحده من الكومبليكيشنز normal phenomena. So why it's normal phenomena because any wound will future wise مثلا for one day or two days three days يعني around three days patient will have pain after that no it will be abnormal because of that I put it. أني ليش أخلي بالي بأنه البين واحد من الكومبليكيشنز؟ يجيني بيشنت يقول دكتور خليت إمبلانت وهذا صار لي 10 أيام وهاي هاف ذا سيم بين. تيك أنذر سي بي سي تي أند يو ويل بي شوكت يو ويل هاف سم بيج أناتوميكال ستراكشر إنجريز اللي هو هذا. يعني بيشنت يجي يقول دكتور أني هاي المنطقة عندي I don't have a pain. Okay, good. But I don't feel on this area. يعني شنو? Why you don't feel? والله دكتور, after put this implant, I don't feel good. طيب, ناخذ أشعة أخرى, راح أشوف بأنه they touched the nerve. Oh my God. They touched the nerve and the complications of pressure on the nerve. So you must de-screw the implant fixture or remove the implant fixture according to the problem. Done, number one. Number two, give patient medications and supplement like B12, B6, vitamin D, calcium to correct some issues and to give patient chance for healing and make, يعني ذا لازم نخلي بالنا ودائما تقول للبيشنت تقول له please be patient because inshallah you will have a good result. تمام. بعدها ننتقل الى وحده من الاخطر الحالات بانه ما نحسب حساب الهايت مال البون اللي هو يكون بالفلور اوف ذا ساينس. So you will insert the drill and you will go through the sinus. Oh my God. والله هذه يحتاج لها جي اي. صح. عملنا كثير under local anesthesia بس في كيسات صراحة دخلنا المريض جي اي. يعني دخلناه بنج عام وعملية كبرى والبيشنت صار عنده شوك من الامبلانت بعد دكتور I don't need. خلاص. وحتى impression وحتى second stage third stage I don't need خلاص leave everything الحمد لله بس أنا عايش خلاص. طيب بعد ما نشتغل والبيشنت فرحانة إنه زرعنا ثلاث أسنان هنا زرعنا ثلاث أسنان هنا so dear شيماء we did the we have two news for you عندي خبرين مثل الممثل الله يرحمه يقول عندي خبرين خبر حلو وخبر مش حلو. يا يعني شنو الخبر الحلو؟ بأنه زرعنا الأسنان أوف الحمد لله والشكر. والخبر الثاني بأنه عندنا سن عندنا زرعة دخلت بالساينس. What؟ أي ساينس؟ تعال أنت حل كيف راح يكون ردة فعلك مع المريض وكيف راح تخلص من المشكلة اللي المريض يعملها. حقيقة أكو مرضى يعرفون كيف يأخذون حقهم وهذا من حقهم هذا الموضوع من حقهم. أنا أبدا ما أكون مع الطبيب إذا كان بهالمشكلة هذا لأنه هذا سببه هو سوء التريتمنت بلان. أنا إذا كل شيء عندي صح وصار عندي هذا الكومبليكيشن لا هذا بعد يعني هو هذا النورمال اللي أكيد يعني كل الأطباء يصير عندهم بس يعني الزميل من يكون كيرلس do easily anything لا ما يصير هذا الشيء احنا ما نكون وياه. انا كوني جراح اذا اصير في لجنه اني اسال الطبيب دكتور سالته
للمريض بأنه تأخذ أشعة. والله دكتور سألته بس قال لي أنا ما أريد أتحمل كامل مسؤولياتي، أنا هاي الأشعة غالية علي و I don't need to pay for CBCT. خلص عدك العيب يعني، بعد هاي ما عندك مشكلة. Aspiration، هل يا ترى الأسبيريشن يحصل؟ أكيد أنتوا هسه راح تكتبوا لي على الكومنتس اللي صايرة عنده مشاكل. وطبعا أنا أول واحد بدون ما أكتب كومنت أنا راح أقول بأنه أنا صارت عندي كيس من الكيسات اللي هو Aspiration of Screw Driver of the Implant. بس هاي مو كيساتي، البيشنت بلعها، زوجته اتصلت عليه فمن الخوف، وأنا كنت خال بدا اسوي له سكروينج للجنجيفال فورمر، فتحرك هيك بلع والحمد لله بلعه ما تنفسه، ولو متنفسه وصار انهاليشن وكذا انجستشن صراحه يعني راح نصير بموقف سيء جدا. انا ظليت اتصل بي يوم يومين ثلاثه، ده يقول لي دكتور اموري طبيعيه، تلعد انا اريد السكرو درايفر مالي، فلازم تحل موضوعك، انت بالعه، انت ما متنفس. طيب كيف نتخلص من هذا الشيء؟ اغلب الشركات هسه خالين بالسكرو درايفر، خالين هول. ممكن احنا نخلي بهذا الهول مثلا دنتال فلوس او خيط عادي نربطه بالمحبس، وبعدين نشتغل اذا فلت او المريض تحرك يبقى بيدنا، وهذا طبعا وارد. وبهالطريقه انا كل حالاتي اللي بعد ما صارت عندي هاي الكيس انا بعد هاي هي كلها استعمل هاي الطريقة. طيب implant restorative space من أصعب، يعني هي أقل المشاكل من الخمسة السابقة، بس صراحة من أصعب. طيب كيف؟ إذا أنا عندي restorative space قليل أو هواية، كيف يعني أقدر أحدد هذا الشيء؟ First of all you must have around 9 millimeter around height 9 millimeter. طيب 9 مليمتر الهايت اوف ذا كرام، صور اول شيء 3 مليمتر فور ذا سيمنت سيراميك اند ميتال سبستراكشر، يعني من يكون احنا سيراميك فيوز تو ميتال او فيوز تو بورسلين. خلاص اذا يعني عندي 3 مليمتر هذا الثيكنس، بعد ايش عندي 5 مليمتر الهايت مال الابارتمنت. طيب يعني دكتور اذا الابوتمنت اقل من 5 ملم يصير مشكله مستقبلا، اي راح يصير هوايه دي سكروينج، او الابوتمنت ما راح يقدر يسيطر على الهول كراون، فدائما يصير ديسمنتيشن، الكراون دائما يطلع من الابوتمنت. طيب تنحل هاي الطريقه، هاي تريك تستفادوا من عندها. هذه الترك بأنه إذا كان عندي الهايت أوف أبوتمنت قليل make it screw tight. إن شاء الله بمحاضرة الإمبلانت اللي إن شاء الله مستقبلا راح نقدم لكم إياها الأستيك كونسيدريشن and dental implantation راح يكون عندنا هذا الشيء، بها تفاصيل بسيطة بس حلوة لأنه هذا تعمله سكرو وذاتس إت، بعد خلاص ما يصير عندك مشكلة، ما يصير يعني لا disscrewing ولا dissemination. بعد إيش عندي؟ عندي 1 مليمتر الابوتمنت هايت اوف منو السوفت تشو. طيب عندي سوفت تشو 1 ملم، عندي 5 ملم ابوتمنت هايت اند 3 ملم اللي هو السمنت سيراميك اور الميتال او بالبورسلين. طيب فيرتيكال الهوريزونتال ينفع؟ طيب ينفع، اكيد ينفع. كيف يعني؟ انا عندي فراغ هو سن ونص، انا اشوفه سن ونص. طيب شلون تعرف السنه ونص هو؟ اذا احنا يو ماست كالكوليت. ليش اني اقول كلش مهم يكون عندنا اشعه، كلش مهم يكون عندنا فوتوز حتى تو دو سم كالكوليشنز. وي هاف 3 ويز نمشي عليها سريع تو كالكوليت ذا ايديال ميزيو ديستال سبيس بتوين امبلانتس. نمبر 1 ويدث اوف ذا كراون، نمبر 1 ديفايدد باي 2 بلس ويدث اوف ذا كراون 2 divided by 2. يعني مركز، يعني هو من يكون ال width of the crown مقسمة على 2 هو حيكون مركز السكرو. طيب مركز السكرو من هو؟ يكون مركز الفيكستشر. إذن هو الفيكستشر، يعني هذا معناه the position of the fixture. نفس المسافة اللي هي تكون ال width of the crown 2
plus over 2 نجمع هاي المسافتين راح يكون هي المسافة بين الزرعة الأولى والزرعة الثانية عن طريق إيش؟ عن طريق الديجيتال واكس أب أو عن طريق الواكس أب نفسه. يعني ليش أنا أقول دائما نحب الديجيتال؟ الديجيتال بأنه هو يقللنا هاي المشاكل. الخطوة الثانية إذا كان عندي distance between centers of two adjacent implants calculated. طيب إحنا بصورة سهلة radius of implant 1 radius مال implant 2 نضيف إلى 3 millimeters. That's it. هذا implant to implant. طيب 3 ينفضل بأنه يكون من مركز هذا الإمبلانت إلى مركز هذا الإمبلانت يكون من 7 إلى 8 مليمتر. تمام؟ أي نوصل لقرار قرار بأنه يقول حد الإمبلانت مع حد الإمبلانت المجاور إذا كان 3 مليمتر مينيمم طبعاً 3 مليمتر يكون accepted acceptable. طيب وبين الإمبلانت والتوث 1.5 to 2 millimeters. الهوريزونتال restorative space إذا كان عندي implant to natural tooth نفس الفكرة width of the crown مقسم على 2. الهوريزونتال restorative space نفس الفكرة راح يكون 1 to 2 millimeter plus radius of the implant. تمام؟ الكلام اللي قلناه كله راح يكون عندي مختصر بهذه الصورة. هنا عندنا بهذا الدايجرام أو بهاي الصورة يكون عندي 1.5 مليمتر المسافة بين التوث الأجسنت مع الإمبلانت، والمسافة بين إمبلانت and إمبلانت 3 مليمتر، المسافة بين البوكل اللي هو الجنجيفا أو البوكل الفيشل الأسبكت والإمبلانت 1.8 مليمتر على مود احصل على هاي اسيدك، لان اذا كان عندي اقل من 1.5 to 2 مليمتر راح يسوي عندي شادو. هذا الشادو اللي راح يكون اغلي بحيث البيشنت من يضحك يبين عندي فدلون جراي او بلوش، يقول الدكتور من اضحك يبين عندي وما يعجبني هذا الشيء. طيب bone growth over the implant هذا complication، هو ما يعتبر كل شيء هواية complication بس إذا كان من ضمن الحد المعقول. يعني مثلا هذا بسيط جدا ترفنبير، أستعمل هذا الترفنبير وأخذ من العظم أو بsimple instruments أقدر أشيله. وأكو لا، إحنا ليش دائما يصير عندنا هاي المشكلة؟ أغلب الأحيان كل البحوث وكل يعني حتى من احنا نسوي بحوث او نعطي محاضرات لطلابنا او بالكورسات والمؤتمرات، شكرا جزيلا، نخلي submerged 1 مليمتر. ليش؟ already اني بعد فتره راح يصير عندي bone resorption. من يصير عندي bone resorption already اني منزله 1 مليمتر، هو bone resorption 1 to 1.5 مليمتر، so you will be in the safe side, you will not have any problem. ف يعني مرات بانه الامبلانت من تدخل 1 مليمتر او 2 مليمترز راح يصير بون جروث على هاي المنطقه، فمرات تضيع الزرعه ما تبين، فلازم ناخذ البوست انتجريشن من 3 to 6 months for upper for lower 3 to 4 months. طيب يصير عندك فراكتشر بالامبلانت، شو يصير عندي فراكتشر بالامبلانت؟ صايره اي تقريبا صايره. انا بالنسبه لي اكيد يعني اكو مثل يقول if you don't have any complications so you are one of them, if you are lying sorry or you didn't work. وهذا هو شيء صح، اللي ما عنده complications واحد من هذول العشره يعني هو يا اما مشتغل في 5 كيسات او 10 او 20، وهو بحوث تقول او مقولات عالميه تقول بانه after 100 implants then start to learn dental implant. يعني بعد 100 زرعة يلا ذاك الوقت تقول I'm starting to learn how to do dental implant. وطبعا هاي المية implant simple ها. طيب and say I'm implantologist. Dental implant fixture, fracture it may be fracture of the fixture
طبعا هاي كيس الزميل سوى اكستراكشن وخلى امبلانت ان سيتو انسايد ذا بون انسايد ذا سوكت. المشكله شنو؟ من سوء حظه هو ما حاسب حساب بانه هاي المنطقه بها كورتيكال بون جدا قوي. يتصور بانه هو نفسه هذا البون اللي هو يكون ضعيف اللي هو دائما يخليه after drilling. فوصل مرحله وقال خلاص انا ابدي اشتغل بالراتشت اللي هو هذا اللي يدوي او عن طريق الهاند بيس الخاصه بالامبلانت. يوصل مرحله قوه الماتيريال مال الامبلانت هنا تحكم. هو هذا تيتانيوم ألمنيوم. ف يوصل مرحله ينكسر من شبه المستحيلات بانه يكون ديسكروينج. فشركات كثيره لقت حلول لهذا بس هو صعب. يعني اذا انا داخل العمليه ودا اسوي زرعه وبعدين يعني يصير بها هاي الحاله واني ما محضر عندي فراكتشر انسترومنت كيت مثل الاندو. لازم واحد لما يشتغل اندو لازم يكون عنده الكيت الخاص بفراكتشر انسترومنتس لازم. طيب يصير عندي هذا during the time of implant يدخل هذا يظل الضغط يوم بعد يوم يوم بعد يوم طب يصير ينكسر. ومثل هذه الحالة تشوفوها مثل هذه الحالة تشوفوها وفي حالات كثيرة يعني إذا خافوا شنو الحلول؟ الحلول بأنه يوجد دنتال إمبلانتولوجي سو أي شركة لأنه هو موجود وببساطة موجود في كل مكان. هذا شو اسمه؟ هذا اسمه ترندل بون بس هذا خاص to remove implant fixture. هذا يسوي هول around the implant and take out the implant inside its place. طيب بس هذا شنو السايد افكت ماله؟ هذا السايد افكت مالته بانه هذا راح ياخذ كميه كلش كبيره من البون معه. طيب دنتال امبلانت شركات كثيره سوت لا قالت اني عندي هايت بالامبلانت بحيث اقدر اوصل لنقطه احتمال ما يوصل لها السكرو فادخل واسوي له ديسكروينج بقوه اكثر من الاوسيو انتجريشن واطلعها. ففي كثير شركات عندها هذا الشيء. احنا ما نقدر نجيب اسم اي شركه لانه حتى ما نسوي اعلان واذا اكو اعلان يا ريت الوكيل يدز لنا شويه مصاري. تمام. هنا اكو شيء اخر وحلو بانه عندنا امبلانت ديسكروينج يطلع الفيكستشر كامل او وعندنا نفسه السكرو. اغلب الكيسات اللي هسه دا تصير بانه دا يصير عندي فراكتشر بالسكرو داخله. كيف اطلع السكرو؟ السكرو قوي كلش وداخله يعني صاير كانه يقول انتركاسبيشن يعني الثريتس داخل الامبلانت والثريتس يعني مع السكرو يكون كلش فيرملي كونتاكتد. طيب كيف احله اني؟ شركات سوت بانه فد مثل النيدل سمبل صغيره تدخل داخل يصير مثل الشفرة تدخل يعني برفع البرغي أو أرفع شوية وظل إلى أن تسوي له سكراتش إلى أن يصير بي كاتش تلزمه وتفره بالعكس. ليش تجتلع الإمبلانت كلها حرامات وصاير بي بوستيو انتجريشن يعني حرامات هذا الشيء. طيب كيف زين إذا ما عندي أنطيكم أنا حل بس بي كيرفل تب مال السكيلر نفس التب بس شوية شوية لا هواية شوية شوية أسوي تاتش للسكرو اللي بداخل الإمبلانت وتطلع إن شاء الله. لأنه إذا تسوون كلش بقوة وحيل احتمال كلش كبير يأثر على الإمبلانت فيكستشر وبعدين you will lose the implant because you are making ultrasonic movement and you will make a breakdown of the surrounding bone over the implant وما راح يبقى عندي أي osseo integration so future wise you will have a good failure of this implant. شوفوا هنا أنا هذا عندي شنو الفرق بين هذا اللي يسوي discrowing للimplant fixture
شوفوا هنا أنا هاي حادة هاي النقاط هذه بحيث تسوي كاتش للإمبلانت هذه it will remove bone. طيب النقطة التاسعة اللي هي قبل الأخيرة خلي أراويكم بس فتشي عندي أني injury to the adjacent teeth adjacent tooth هاي من الحالات اللي هي واردة جدا 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 دائما الطبيب عنده مشكلة بأنه يسوي harmful action for the adjacent tooth. So why? Because of lack of treatment plan. Number one. Number two, poor surgical procedure. يصير عندي يضرب الانسسف نيرف, يصير عندي يضرب النيرف أصلا, أو يصير عندي يضرب الادجسنت توث, وهاي الحالات واردة جدا. شنو اللي عندي بعد؟ عندي bleeding. هاي الحالة احنا خليناها التاسعة لأنه normal bleeding ما يعتبر bleeding. يعني عندي البليدنج البليدنج الأصلي اللي راح هسه تشوفون هذا بليدنج anteriorly patient أنت تسوي له implant و suddenly you will see like a pork flow. يعني أحكي إياها صراحة water flow راح تشوفون بينه وكأنه شلال أو كأنه ينبوع مي ده يطلع دم. شنو المشكلة؟ هذا البيشنت بعد ما two implants سووا له هنا أنا خبر الدكتور قال دكتور احس رقبتي انترست ودا اختنق. الطبيب عرف شنو المشكله قال سريع روح للمستشفى. اول ما راح للمستشفى قال سويت تو امبلانتس. قال له وين؟ قال له انتيريرلي راسا. ارسلوا المريض سوى له تراكيستومي لانه قالوا له هذا راح يموت. لودوينج انجينا اوف. كيف انا اقول لكم كيف؟ عندي هنا اناتوميكال بروبلم. ببساطة أنا عندي lingual artery and facial artery. كطبيب دائما يشوف هالهايت مال implant مال بون. أوه هذا هايت عالي ياخذ الأشعة ال 2D. هذا هايت عندي كلش عالي ما خال باله. أكيد I will do. مشكلة بالأناتومي كل تقريبا 90% من أطباء الأسنان عندهم مشكلة. الاناتومي درسوا بالاول ودرسوا بالثاني. انا لو بيدي ادرس الاناتومي المرحله الخامسه واني هسه بالكليه طلابي مرحله الرابعه ومرحله الخامسه اعطيهم اناتومي اسوي لهم ريفيو اعيد لهم الاناتومي مرتين وثلاثه واربعه لانه صراحه اذا يغلطون بهذا يعني patient you will die. والله he will die because اتصور كيس بالسعوديه واتصور كيس يعني حسب علمي كيس بالسعوديه وكيس في وحدة من يا أما فيتنام أو ما أعرف بالضبط يمكن في فيتنام. هاي الكيس نشرت على الإنترنت. إحنا بـ2D ما نقدر نشوف مثل 3D. 3D نشوفه from the superior راح نشوفه في على شكل ثلاث محاور اللي هي الأوكلوزال أو إحنا عدنا ثلاثة الكورونال والساجيتال وعدنا الأكزيال. بالCBCT راح نشوف كله واضح بينما بالتودي ما راح يبين عندي أي شيء. ما راح أخلي في بالي بأنه أنا عندي facial artery أنا عندي lingual artery أنا عندي submandibular gland وهاي الفوسة أكو فوسة تصير بسببها لأنه بسبب submandibular gland هاي راح تصير عندي فوسة فراح يكون عندي شكل يعني بهالشكل هذا. أنتوا تشوفون ال width مال الimplant مال البون posterior اللي بالمانديبل and الانتيرو بوستيريور راح تشوفوه كلش عريض وبوكال اند لينجوال راح تشوفوه كلش عريض راح يكون 8 باي 8 او 8 باي 12. والله انا اخلي امبلانت 6 العرض مالته عندي فتشي عظم قوي اخلي امبلانت واعتمد عليه وما اريد اخلي البيشنت يدفع فلوس هوايه بحيث اخلي له 2 امبلانت 0 2 امبلانت 0 اسوي له فول بريدج وهذا يتحمل لان اخلي امبلانت كبيره والمساحه وطول والعرض مال الزرعه. سوري يعني don't think about this problem because you will force a bigger problem. هنا عندنا انه الطبيب وقع بهذا الغلط انه يا اما ضرب الفيشال ارتري او ضرب اللينجوال ارتري وبهالشكل هذا عرض مريضه وعرض نفسه عرض مريضه لخطر وعرض نفسه لمساءله قانونيه ومساءله الضمير
وأكيد كل زملائنا عندهم ضمير وكلهم محترمين وكلهم معزين. إذا جتك هيك كيس شنو الرياكشن مالتك؟ طبعا بالبداية أنا أحكي من كنت بالمستشفى بعد ما يجون المرضى أتذكر يعني 2012 أو 2011 جانا مريض بعد ما سوينا له إمبلانت. طبعا من بعيد أنا قلت شنو هاي المشكلة؟ فمن إجا قال لي دكتور أنا سويت إمبلانت، قلت له لا تخاف رأسا. ليش؟ لأنه ندرس، إحنا ندرس ونتابع، هذا يسموه إيكيموسيس، هذا أكو دم يصير بالمسلز داخل المسلز، يصير بين السكين وبين الديب فاشيا أو بعد الديب فاشيا هالمنطقة هاي، فما رح يصير عندي مشكلة. هذا بعد فترة ولازم أتابع المريض، أخذ تليفونه وأتصل بي أستاذنا العزيز كيف الحال هسه، أخذ لي صورة لمنطقة الرقبة، شوف حاول نشوف حالتك بطريقة أصح وأحسن، راجعني راجعني فور فري، نهتم بالمريض مالتنا أكثر لأنه صراحة هاي أمانة. You did this صحية، it's not big problem but يعني patient will think oh أنا راح أصير مشوه لأن هذا راح يكون شيء غريب. لا تخاف ترى يعني insure your patient it's normal وما راح يصير عندك مشكلة. النقطة العاشرة والأخيرة الموبيلتي، implant موبيلتي تصير وكل شيء هواية تصير كثير كثير قوي بكل اللغات وايد تصير وتصير كل شيء هواية. بس هي خليناها بالأخير لأنه العلم متطور والشركات ده تصنع زرعات صراحة بإمكانيات عالية خالة ببالها هاي المشاكل. شون مشكلتي أني أكيد بس أخلص من هاي العين قبل هاي العين بس أخلص due to mobility عندي أني after extraction أني ما أحسب حساب بأنه بعد ما شلت two roots مثلا من المانديبل two roots سويت big gap وعندي thin bone اللي هو يصير septal bone بين الميزير root والدستر root أو عندي three roots بالماكزيلا وعندي مشكلة أو عندي بالسنترال أو عندي باللاترال أو عندي بالكينين. So after insertion of the يعني after extraction of these roots you will try to put implant but you will not think this thin bone will not catch the implant. فش رح يصير عندي؟ رح يصير عندي أنت رح تشوفه بأنه هو أوكي يعني بس ماكو primary stability you will leave it. إذا ما سويت لي خليت له سويت له إمبريشن وإميديت إمبلانت بليسمنت أنا إميديت لود بعد فترة يجي البيشنت ويا الإمبلانت يقول دكتور والله I lost the implant because after two days or three days I had big mobility after that I couldn't tell you by phone because I think it's normal phenomena so now the tooth is out. طيب شنو موقفك راح يصير؟ أكيد يعني insure your patient put bone in this area and suture it after 3 months, put another implant for free for the patient and say, I'm very sorry, make put longer than this default area. يعني ليش؟ لأنه أنا عندي هاي defect area, أنا عندي بها bone قليل وإذا صار bone ما رح يكون قوي فأخلي implant في عظم صحيح ولا plus العظم الضعيف حتى أقدر أحصل على primary stability وبعد primary stability بعد فترة يلا هذاك الوقت. طيب الصورة اللي هي باليمين الصورة اللي هي باليمين عندي بون ضعيف البيشنت عنده مشاكل أجي وأني أخلي له الزرعة وأشوف بأنه بعد فترة أشوف أكو أصلا يعني داير ما داير الزرعة أشوف أصلا هذا السواد هذا السواد يعني ماكو بون أو بون اللي صاير بي جدا قليل. طبعا هذه مشكلة كبيرة هذه مشكلة كبيرة وما يصير احنا نخلي اي بروستيسز عليها الى ان هذا العظم يكمل لانه راح يصير بي موبيلتي وراح يصير فايلر. طبعا هذا يا اما عندي اجهزة كثيرة شلون اعرف اني اخلي الامبلانت واخلي مثلا من يكون عندي الديفكت مثلا العرض مالته 4 مليم اني اخلي امبلانت 4.2 4.6
4.8 على مود حتى يصير عندي good amount of threads inside the bone, بحيث البون يدخل بالثريتس والثريتس تدخل بالبون بهالشكل هذا. إذا حصلت عن طريق الراتشت لقيت أكثر من 35 هذا التورك, يعني أنا راح يكون عندي primary stability عالي وراح أحصل على نتيجة جيدة. طبعا خلاصة البحث هذا شفنا بأنه more teeth mobility for cases immediate load and less bone quality. مو كل الكيسات الإيميديت لود نحصل على موبيلتي, بس أغلب الكيسات اللي عندي بها موبيلتي صار عندي سببها هي كيسات الإيميديت لودينج. والكيسات اللي عندي بها لس بون كواليتي اللي هو نقص بالفيتامين دي, نقص بالكالسيوم ونقص بأشياء كثيرة. مرضى يأخذون كانوا سابقا بيسفوسفينيت, صار عندهم نيكروسس بالبون بهاي المنطقة, فأكيد رح يصير عندي موبيلتي. سي بي سي تي, أغلب المرضى اللي أخذوا CBCT قبل العملية صار عندهم أقل إنجري للأناتوميكال ستركتشر, صار عندي أقل إنجري. إذن يعني إذا أخذنا إحنا CBCT راح نقلل, ما راح نقول 100%, راح نقلل عندنا المشاكل. طيب, my recommendations for everyone, all of my colleagues, first of all, check the bone assessment by two types, عندنا bone quality and bone quantity, كمية العظم و يعني الكوانتيتي مالتك يعني العدد والكم, شلون باي سي بي سي تي. هنا عندي اني صوره دا اشوف بالسي بي سي تي, عندي هنا انا بون كميه يعني قليله بس الكواليتي مال البون مو زينه, فلازم اعرف بانه اني ايش اخلي وشنو نوع الزرعه وايش قد يبقى. هنا بالضبط عندي عندي السوفت وير, عندي البون هنا دي 1 دي 2 دي 3 دي 4. كل ما كان العظم اقوى كل ما كان البرايمري ستابيليتي اعلى, كل ما كانت السكسسفول ريت فور امبلانت اكثر. سو نمبر 1, نمبر 2 جود تريننج, يعني قد ما تقدر اخذ كورسات, قد ما تقدر اشتغل امبلانت, قد ما تقدر اندر سوبرفيجن. يعني مو اني بامبلانت وحده او كيسين او ثلاثه اني خلص اكتب على الفيسبوك او على تويتر او على انستغرام implantologist please call me to do implant for you. لا طبعا اكيد يعني هذا الشيء احنا ما يعني we are not recommend that for everyone. Do dental implants, go and attend many courses, future wise you can do it under supervision. بعد ما السوبرفايزر ماتك يقول لك خلاص انت مستعد الان بانه تعمل امبلانت الون, ذاك الوقت عليك. 3 سيرجيكال جايد, قد ما تقدر استعمل السيرجيكال جايد او سيرجيكال ستنت, صحيه مكلفه بس صدقوني نتائج مالته تكون بديعه جدا جدا جدا. اللي يحب هو الفيديو باقي طبعا اكيد, بس اللي يحب ياخذ صوره الهذي بأنه you must be away from these anatomical landmarks, 0.5 vocal plates, 1 mm lingual maxillary sinus. بس أنا عندي سؤال ياريت تجاوبون على الصفحة, why it must be away from mental nerve 5 mm from the foramen, why it's important to be away from mental nerve foramen 5 مليمتر. تمام, ننتظر اجاباتكم تنزلوا لنا اياها اذا كان هسه على هذا اللايف او تجاوبونا, يعني يا ريت يكون على هذا اللايف حتى يبقى اللايف حي. تمام, سم كيسز, واحده من الكيسات طبعا لصديقي دكتور محمد ابو الحاج نزل هذه الكيس, بريضه جايته مسويه امبلانتس عند غير طبيب, هو صحح لي اياها. انا كنت اتصور هي الكيس. اسامه بيج لايك فور يو. تمام, هنا جت هاي الكيس, دكتور عندي باد ادر وما دا اقدر اكل عليها ودائما يطلع دم, وين سويتي الامبلانت؟ في مكان معين. طيب ناخذ اكس راي, اخذنا اكس راي شفنا بانه اكو انجوليشن بالكراون
واكو بيك جاب بهالمنطقه هذه بيك جاب. سو بهذا الجاب ايش راح يصير عندي اني؟ بهذا الجاب راح يصير عندي فود ستاجنيشن، راح يصير عندي كثير مشاكل. طيب ندخل بعد ما شال الكرام مصيبه طلعت، طلعت عنده مصيبه، هذا اكل وهذا سمنت وهذا يعني مصائب كبيره. فقرر بانه يموف ايفريثينج، خلى جنجافا الفورمر. وطبعا هاي الكيس كتريتمنت بلان هي ما راح تكون جدا جدا الريزلت مالتها يكون كلش عالي، لانه شوفوا الديستانس هنا قليل وهنا كبير الديستانس، فهذا طبعا اكيد يعني راح يكون صعب والله يكون بعونه. والكيس حلها والحمد لله نتيجتها كانت جيده جدا يعني، بس مش كل مره تسلم القرار. كيس نمبر 2، تعرفون انتم بالعراق احنا عندنا تفجيرات الله يبعد الجميع ان شاء الله. فجتني كيس ان شاء الله الفيديو انزل لكم اياه عن قريب، موجود هو الفيديو اصلا على قناتي الخاصه باليوتيوب. هذا البيشنت اجاني لوس اوف بون، ما عنده عظم نهائيا بهالمنطقه، فاحنا اختارينا بانه نزرع على هذا الامبلانت من هنا بهالشكل هذا. بعد فتره سنه اجى البيشنت بعد ما خلينا عظم، الحمد لله والشكر صار عنده يعني كميه من العظم كلش راقيه وفتشي رائع، وهذا الامبلانت فيكستشر في مكانه، وهذا الامرجنسي بروفايل. بعد ما البيشنت سوينا له انسيرشن، والان المريض هو مذيع في احد القنوات، هسه تشوفون صورته بالاخير. ف عندي مقولة أحب دائما أقولها في كل محاضراتي ومؤتمراتي داخل وخارج العراق في أي بلد أروح لأني، No one is perfect، لا أني المتحدث أمامكم ولا أي أحد، حتى البروفيشنالز doing mistakes، وخاصة البروفيشنالز اللي يسوون المستيكس أكثر من غيرهم، لأنه هم دائما يتصورون بأنه we did that before so we will not have any problem. فنصيحتي لكل الزملاء، think as a professional because your thinking is very important, but work as a beginner. خاف على البيشنت مالتك كأنه واحد من أهلك، أنه هو هذا اللي راح يخليك أنت تنجح. Professional treatment plan, you will have very good treatment plan, but as a work, work as a beginner. ومقولة مهمة جدا يقول failing to plan is planning to fail. دائما إذا صار عندنا خلل، أي خلل يصير عندنا، فلازم إحنا نسوي good treatment plan. سئل المهاتما غاندي ما يجعلك سعيدا في الحياة، شنو اللي يخليك سعيد أنت بهذه الحياة؟ فأجاب أن تكون مفيدا للآخرين. أتمنى أكون أنا فدتكم بهذه المحاضرة، أتمنى أكون كنت خفيف الظل عليكم، و يعني إن شاء الله الوقت ما يكون داهمنا. أنا بالضبط مثل ما طلب مني الدكتور ساعة، هذه ساعة، وأنا حاضر لكل أسئلتكم. أرجع لي، وهذا طبعاً البيشنت، هذا الريزلت مالته، هذا at time of insertion، يعني صح اللون شوية يختلف، بس my contact كل هذا موجود عندي، سناب عندي، واتساب عندي، فيسبوك عندي، تويتر. حتى ما أخذ من الوقت كثير، أرجع لسؤال الدكتور، what about hematoma in posterior region؟ الله يحفظك والله. أنا يعني أتمنى بعد أبقى وياكم، راح أفتح قناة وأظل قاعد وياكم يعني. In posterior region it seem like ranula، صح، it will be like yeah. المشكلة اللي تصير posteriorly طبعا من أصعب الكيسات اللي تجي، بأنه يصير عندي swelling بهالشكل هذا، ومن جوه اللسان يصير فد تضخم، والمريض يحس ببين كلش قوي، وخاصة بهالمنطقة يقول دكتور أحس بلاعمي تريد الطق، أحس يعني مدى أقدر أتحمل، لا أقدر أتنفس ولا كذا. طبعا هذه we prefer نفس الشيء tracheostomy for the patient and in GA نفتح هذه المنطقة، يعني complicated case صراحة الله يبعد. راح أنزل لكم some cases treated posteriorly، ومع الأسف مع الأسف مع الأسف هذا المريض اللي بالسعودية، هي كانت الكيس مو anteriorly، كانت posteriorly ودخلت بالكاروتيد شيث وصار injury للcommon carotid artery،
وخطية البيشنت باست يعني مع الأسف. طبعا أنا أشكركم جدا على حضوركم وأشكر تفاعلكم وياي. أنا متابع طبعا اللكتشر عندي ومتابع اللايف على الموبايل. سعيد جدا بأنه أكون معاكم. شكرا دكتور محمد، شكرا مستر إسلام، شكرا نوفودوكس أكاديمي، يعني هذه الفرصة بأنه نكون معاكم. أتمنى أن ألتقي معاكم في أوقات أخرى. كل بخير وبصحة وسلامة، والله يبعد كورونا عن الجميع. ورسالتي للكل stay home and be safe. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم دكتور ولاء المولى. السلام عليكم.